تفضلوا استريحوا، تفضلوا بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد كارل نهايمر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في زيارتكم الرسمية الأولى لمصر، وأن أعرب لكم عن خالص التقدير باسمي وباسم الشعب المصري واعتزازنا بالعلاقات الودية الطيبة التي تجمعها بالنمسا. احنا بنتكلم على أكثر من 150 سنة من العلاقات المستقرة والقوية مع دولة النمسا، وهي علاقات طالما قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة والالتزام المشترك بتطوير روابطنا السياسية والاقتصادية والثقافية. السيدات والسادة، سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع دولة المستشار، عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة، والتعاون في عدد من القطاعات المهمة على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين. وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، التي تعد تقليدياً أحد أهم شركاء النمسا تجارياً واستثمارياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر. واتفقت أيضاً مع دولة المستشار على أن نعمل معاً خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. السيدات والسادة، لقد كان لقاء اليوم بالمستشار نهايمر فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، حيث تلقت رؤانا على ميت هذا التشاور المثمر والتنسيق المستمر بيننا كشركاء وأصدقاء للتعامل مع التحديات العديدة وغير المسبوقة التي تواجه المجتمع الدولي. ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالمياً، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نمواً، وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. السيدات والسادة، لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أؤكد على حجم التفاهم المشترك بيني وبين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة، وأهمية أن إذا كنا بنسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال، لابد من وجود، وده اللي تحدثت فيه مع دولة المستشار، أهمية أن احنا يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية، تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي هيتم التعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية، بما يساعد على نجاح
هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية. ولقد أوضحت لدولة المستشار في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة. وفي إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم. كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدمها المصريون وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة. دولة المستشار، اسمح لي في ختام كلماتي أن أنا أتوجه لكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الشفوية والمكتوبة لزيارة دولة النمسا، التي أرحب بكل اعتزاز على تلبيتها في أسرع فرصة ممكنة، وسيتم تنسيق هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية. ختاما، دولة المستشار أرحب بكم مجددا وبالوفد المرافق لكم ضيوفا أعزاء على الشعب المصري، وأعرب عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر والنمسا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب وأكثر تميزا. شكرا. فخامة الرئيس، zunächst einmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, die uns hier entgegengebracht wird. Der heutige Besuch ist ein würdiger und ein bedeutsamer Abschluss meiner Afrika-Reise. Unser heutiges Gespräch war sehr intensiv und inhaltsreich. Ägypten und Österreich haben ein enormes Potenzial an wirtschaftlicher Zusammenarbeit, aber auch an Zusammenarbeit, wenn es um die Sicherheit geht. Und wir sind Länder, die schon, wie der Präsident ausgeführt hat, seit mehr als 100 Jahren diplomatisch verbunden sind. Und daher haben wir auch eine sehr و40 عاما. Ziel dieser Reise war auch dem Fokus auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu legen. Es gab und die Unterzeichnung hier mehrere Firmenmemoranden im Rahmen des Besuches, die eben auch dieses Zusammenarbeiten, dieses echte Kooperieren in den Vordergrund stellen soll. Es gibt gerade in den Bereichen Transport, Landwirtschaft, Umweltbewegung schon jetzt eine intensive Zusammenarbeit, aber die التي سيتم توقيع الاتفاقات فيها. وبالنسبة لي وما تحدث عنه فخامة الرئيس أيضا هو أن زيارة فخامة الرئيس إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر هي دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة. وعندما يشرفنا فخامة الرئيس بالزيارة في النمسا سوف نتوسع في الاتفاقات في هذا الصدد، حيث نرسخ التعاون أكثر بين مصر والنمسا. فمصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا، إذ يأتي الكثير من النمسا إلى مصر في أجازات. فشهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد. أيضا هناك أيضا من الموضوعات المهمة والحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي، ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدد، حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا. والتعاون مع مصر مهم، وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في تبادل
المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب. أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية. دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر، فهذا إسهام كبير للغاية، يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر. وفي هذا الصدد سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا. هذا موضوع مهم للغاية ومهم لأوروبا أيضا، أن ننسق مسألة طلبات اللجوء والهجرة، وأن نفرق بينهما. فالطلب اللجوء هو طلب وحق أيضا مكفول بالدستور، أما الهجرة فهي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا. أيضا تحدثنا حول هذا الأمر، وأن تكون هناك هجرة منظمة وأن يكون هناك منظورات شرعية أيضا في سوق العمل الأوروبية كأيدي عاملة واستقبالها في أوروبا. كان هناك بيننا تفاهم في أن يكون هناك تعاون، أعتقد أنه مع ألمانيا هناك تعاون شبيه في هذا الصدد، ونتمنى أن يكون لدينا أيضا إجراء مماثل أن نستفيد نحن في سوق العمل النمساوية من الإمكانات الكبيرة في مصر، حيث هناك أكثر من 60 مليون شاب وشابة من بين المصريين. فإذا كان الأمر يتعلق بتقديم نموذج لإعاقة استخدام واستغلال البشر من خلال منظمات الجريمة المنظمة، لذلك مصر والنمسا يمكن أن يسير معا طريقا جيدا ل التعاون في هذا الصدد. في شمال أفريقيا تعد مصر حجر راسخ فيما يخص الاستقرار والأمن، ولديها مشكلات متعددة حولها في الدول الجوار مثل السودان. وهنا أيضا نرى في مصر شريك مهم للغاية، سعيد للغاية بأن أتمكن من استقبال فخامة الرئيس في النمسا قريبا، وشكرا مرة أخرى على حسن الضيافة. أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الحية والمتابعة المستمرة، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كارل نيهامر مستشار النمسا بقصر الاتحادية، وحيث تم عقد الجلسات الثنائية وأعقبها مؤتمر صحفي تم التأكيد من خلاله على أهم ما ورد. وأهم هذه النقاط هي التأكيد على العلاقات المصرية النمساوية والتي تشهد تعاونا مثمرا واتصالا متبادلا، وترسخت هذه العلاقات في على مدار التاريخ منذ أكثر من 150 عاما. أيضا تم التأكيد على عدة نقاط، وهو تنسيق التعاون ووضع نصب الأعين أمام الطرفين، وتم أيضا عقد تنسيق وتعاون أيضا على عدة جوانب تجارية وفي مجال الزراعة والري والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتم التأكيد على جذب المزيد من الاستثمارات. وكان اللقاء فرصة جيدة للتشاور والتنسيق المستمر للتعامل مع التحديات العديدة التي تواجه المجتمع الدولي، ومنها أيضا ما تم أو ما يتم في أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا تناول الملف الليبي وما تم من مستجدات في السودان أيضا. طيب.
تجمع مصر والنمسا علاقات سياسية قوية ترسخت في السنوات الأخيرة، إذ تتلاقى البلدين في المصالح والرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي. وما زاد من رسوخ تلك العلاقات هي الزيارة المتبادلة بين قادة البلدين، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق في المحافل الدولية والتعاون من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. مصر والنمسا دولتان ذات ثقل بالقارتين الأقدم بالعالم، أفريقيا وأوروبا، ما مهد لاتفاق في الرؤى وتعاون مثمر على مدى عقود. العلاقات الحالية بين مصر والنمسا تشهد تعاونا مثمرا واتصالات متبادلة بين قيادتي البلدين، كما أن تلاقي المصالح والرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي يسهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في المنتدى الأوروبي الأفريقي أعطت زخماً كبيراً للتعاون بين البلدين، وهو ما بدا واضحاً من حجم الملفات التي بحثها الرئيس السيسي مع المستشار النمساوي حينها سباستيان كورتس. كما شملت زيارة الرئيس السيسي زيارة للبرلمان النمساوي. المستشار النمساوي سباستيان كورتس قام بزيارة لمصر في سبتمبر 2018 يرافقه دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، حيث استعرض لقاؤهما مع الرئيس السيسي عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس حينها للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية وتطورات الملفات الأخرى بالمنطقة. وفي مايو من عام 2017 استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية المستشار النمساوي كريستيان كيرن، حيث أجري مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان قد سبق هذا اللقاء في سبتمبر 2016 لقاء للرئيس السيسي مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما التقى الرئيس السيسي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ في مدينة جالاسكو الاسكتلندية على هامش قمة المناخ في نوفمبر 2021، كما تعددت اللقاءات على مستوى المسؤولين رفيع المستوى بالبلدين. لقاءات واتصالات مستمرة بين القيادة السياسية للبلدين تكشف عن متانة وقوة العلاقات التي تجمعهما، وتوافر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أرحب. أهلا بحضراتكم من جديد، وللمزيد معنا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد أهلا بحضرتك، كيف ترى أهمية مثل هذا اللقاء وهذه اللقاءات المتبادلة بين الدولتين، وكيف لها من تأثير على العلاقات الدولية بين البلدين؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي زياره هامه جدا بتعكس ان الدوله المصريه تسير في الاتجاه الصحيح في اطار توسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجيه القويه بينها وبين الكثير من الدول، دلاله هامه على ان الدوله المصريه تتحرك في اتجاه ايجابي للعمل على خلق بيئه دبلوماسيه وسياسيه واقتصاديه قويه تكون دافعه للعمل الافريقي الاوروبي بشكل كبير. نعم. في ظل ان العلاقات المصريه النمساويه راسخه وثابته وتضرب بجذورها في اعماق الارض والتاريخ، اكثر من 150 عام من العلاقات، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي اتجهت السياسه الخارجيه المصريه في منح اكثر قوه في سبيل تثبيت دعائم العلاقات المصرية الأوروبية بشكل كبير. شارك سيادته في قمة فيشغراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي، والآن زيارة هامة جدا للمستشار النمساوي إلى القاهرة تعكس الرغبة السياسية المشتركة بين الدولتين الكبيرتين للعمل على تنويع أوجه المجالات، وفي ظل أن هناك تطابق كبير في الرؤى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا للعمل على يعني أن تكون العلاقات نحو آفاق أرحب في كافة المجالات. إذن دعنا نتحدث عن التعاون السياسي وكيف ساهم تلاقي الرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا على العلاقات بين البلدين أو في المحافل الدولية. طبعا مصر بما لها من ثقل سياسي كبير وقدرة كبيرة على لعب دور ريادي ومحوري في كافة القضايا العربية والإقليمية، نجد أن هناك حرص كبير من الدولتين للارتقاء بالعلاقات
نحو تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات في ظل أن مصر هي ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا هناك خصوصية تاريخية بين مصر والنمسا، وبالتالي السعي إلى أن يكون هناك تشاور سياسي واكتشاف أوجه التعاون بينهم، خاصة أن هذه العلاقات هي علاقات نموذجية بامتياز في ظل أن القضايا الكثيرة سواء التي تم التباحث حولها اليوم فيما يخص الأزمة الليبية والاتفاق والتلاقي بين مصر والنمسا في هذه القضية، من ضرورة إجراء انتخابات وإيجاد حل سياسي سلمي يعني للعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، بما يتفق مع مبادرة القاهرة التي أعلنت عنها مصر في 6/6/2020، وأيضا فيما يخص أزمة السد الأثيوبي واتفاق الرؤى بين الطرفين للعمل على وصول إلى تفاهمات بين الدول الثلاث حتى تستقر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأيضا الأزمة السورية والأزمة في الكثير من الدول والأزمة اليمنية، وأيضا القضية الهامة جدا التي يعني نجحت مصر في حماية القارة الأوروبية نتيجة احتواء هذه الأزمة، وهي أزمة الهجرة غير الشرعية، على اعتبار أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 9 مليون ضيف، يعني وهذا بصفة رسمية. وبالتالي القضايا المشتركة بين الدولتين كبيرة في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل المشترك المصري النمساوي. نعم دكتور، يعني الحرب ضد الإرهاب كان من أهم الملفات التي تم طرحها اليوم، وتحدث المستشار كارل نيهامر المستشار النمساوي عن تجربة مصر في القضاء على الإرهاب وكيفية الاستفادة من هذه التجربة. طبعا القارة الأوروبية تنظر للدولة المصرية بإعجاب شديد ومتنامي ومتزايد في الفترة الأخيرة، خاصة أن الدولة المصرية لم تنجح فقط في القضاء على الإرهاب ولكنها انتقلت إلى مرحلة البناء، وبالتالي رؤية كبيرة جدا ونظرة يعني مشرفة من قبل الغرب بشكل عام، أوروبا أو كل الدول المحورية في العالم، بنظرة كبيرة وذات اهتمام للدولة المصرية، خاصة أن الدولة المصرية قادرة على أن تلعب دورا محوريا في رفع المعاناة بشكل كبير جدا عن القارة الأوروبية، على اعتبار أن مصر أصبحت هي يعني مركز رئيسي للغاز في القارة الأفريقية، ومن الممكن أن ترفع ولو جزء بسيط عن معاناة القارة الأوروبية. وأيضا فيما يخص الطاقة المتجددة، هذا الملف الهام الذي من الممكن جدا أن تتحرك بموجبه الدولة المصرية لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة والكهرباء، وبالتالي انتقلت مصر من مرحلة مكافحة الإرهاب إلى القضاء عليه ثم الانتقال إلى البناء، وأصبح دورها محوري في الكثير من القضايا وذات اهتمام كبير جدا من كل القادة الأوروبية، وهناك تهافت دولي كبير للعمل على إقامة ونسج شراكات حقيقية مع الدولة المصرية. نعم، يعني إذا تحدثنا أكثر عن العلاقات الاقتصادية، كيف تميزت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبيننا على مدى سنوات طويلة، وقد نعلم جميعا أن وقع البلدين 16 اتفاقية متعلقة بالقطاع الاقتصادي منذ عام 1926 وحتى الآن. أظن أن العلاقات الاقتصادية على الرغم من أنها مميزة وقوية، لكنها لا ترقى أبدا لحجم العلاقات السياسية الراسخة والثابتة، وأظن أن هناك خطة يتم نسجها الآن بين الدولتين الكبيرتين للعمل على دفع أطر العلاقات الاقتصادية لكي تتوازى وتتناسب مع قوة العلاقات السياسية، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات في ظل أن مصر لديها يعني فرص استثمارية كبيرة أصبحت قبلة المستثمرين العرب والأجانب، لدينا محور قناة السويس، لدينا الكثير من المدن العالمين الجديدة والمدن الجديدة التي أتاحت فرص استثمارية كبيرة، وتم إنشاء بيئة تشريعية قوية، وأيضا بيئة يعني سواء الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وبنية تحتية قادرة على أن تلعب دور في تذليل العقبات عن المستثمرين الأجانب داخل الدولة المصرية، في ظل أن الدولة المصرية الآن ومن يستثمر فيها يحقق أعلى العوائد الاستثمارية، وبالتالي هذه الفرص الاستثمارية تريد النمسا أن تستغلها، في ظل أن الدولة المصرية أيضا لديها علاقات وطيدة مع الدولة النمساوية اقتصاديا، في ظل الموقع الاستراتيجي للدملة الدولة النمساوية في وسط القارة الأوروبية، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون مركز لنقل المنتجات المصرية إلى الكثير من الدول الأوروبية، خاصة أنها علاقات لها حدود مشتركة مع سلوفاكيا، مع ألمانيا، مع التشيك، كل هذا يؤكد على أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاهات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري النمساوي.
إذن دكتور حامد، يعني أشرت إلى نقطة هامة وهي في الأولوية، أولوية الاهتمام هو الاهتمام بالملف السياسي. إذن كيف ترى أن الاهتمام بهذا الملف السياسي سوف يؤتي بثماره على الاقتصاد والتعاون المشترك في المجال الاقتصادي؟ سؤال مهم جدا. لابد أن نستغل هذه العلاقة التاريخية الوطيدة، يعني حجم الحفاوة الكبيرة، رغم أنها زيارة في مصر، ولكن حجم الحفاوة الكبيرة والتقدير للدولة المصرية تظهر على ملامح المستشار النمساوي للقيادة السياسية المصرية، اللي بيقول من خلال يعني حركاته أنه يكن كل تقدير واحترام للدولة المصرية ولمكانة الدولة المصرية باعتبارها هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية. وإذا أرادت النمسا أن تتحرك داخل القارة الأفريقية اقتصاديا ومن خلال إيصال منتجاتها المختلفة إلى قلب القارة الأفريقية سيكون من بوابة الدولة المصرية، وبالتالي أرى أن الفترة القادمة سيكون هناك انعكاس حقيقي لحجم الزخم الكبير سياسيا لتحويله إلى رؤية اقتصادية وبلورة رؤية اقتصادية حقيقية، في ظل أن العالم الآن يئن بشكل كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي لا يمكن أبدا لأي دولة أن تتغلب عليها بشكل منفرد، وستكون هناك نظرة استباقية ما بين الدولة المصرية والدولة النمساوية للعمل على نسج شراكات حقيقية للتغلب على الأزمات المتعاقبة التي أفرزتها الأزمة الروسية الأوكرانية، سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع الغذاء أو غيره من القطاعات، نتيجة نقص امدادات الغذاء، نتيجة الحروب التي زادت بشكل كبير والتي تحتاج إلى نهج سياسة متزنة وحكيمة في الفترة القادمة للعمل على زيادة التعاون الاقتصادي ليتناسب مع التعاون السياسي. نعم دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، جزيل الشكر لك. ما زلنا في هذه المتابعة مع حضراتكم، ومعنا على الهاتف السفير إبراهيم شويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا. سيادة السفير، يعني نتحدث اليوم على العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا، وكان ضمن اللقاء وضمن التصريحات أن هناك عدة نقاط هامة تم طرحها. برأيك يعني مصر والنمسا كيف يمكن أن يسير معا يعني في طريق مثمر؟ أي الملفات في وجهة نظر حضرتك سوف تستمر وسوف تؤتي بثمارها؟ الحقيقة العلاقة بين مصر والنمسا علاقة قوية جدا ولها تاريخ، لها تاريخ من ايام المستشار كرايسكي. هذا امر مهم جدا جدا جدا، لان مصر تقع في وسط اوروبا ولها اتصالات بكل الدول الاوروبيه ولها اتصالات قوية جدا في الاتحاد الاوروبي. وبالتالي فانها ايضا ترى في مصر مجال كبير جدا للاستثمار، وتريد ان تستفيد من هذا الموقف. وفي التوقيت الحالي طبعا زيارة أتت كان معدا لها من قبل، ولكن أتت الآن والأمور في السودان تسرع الحديث. أتصور أن كان على مائلة الحديث مع الرئيس السيسي، فإن مستشار النمسا لابد أنه طرح موضوع السودان ويرى أهمية رأي مصر في هذا الموضوع وكيفية احتواء الأزمة وكيفية عدم تأثيرها على الأوضاع في المنطقة. وبالتالي فإن الموضوع السياسي والموضوع وأيضا فإن النمسا لها موقف في القضية الفلسطينية، لها موقف مهم جدا أنها تريد أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في المشروع وفق القرارات الأمم المتحدة. كل هذه الأمور تجعل هذه الزيارة زيارة هامة جدا وفي منتهى الأهمية، ونرحب بالاستشار النمساوي، واتصور ان شاء الله تكون هذه زيارة مثمرة جدا مفيدة للنمسا ومفيدة لمصر. سيادة السفير، يمكن هناك نقطة هامة او ملف تم طرحه وهي طرح ملف الهجرة غير الشرعية. يعني بالتوازي تم ايضا استعراض او الحديث عن ان مصر تضم يعني داخل مواطنيها 9 مليون شخص ويعني من جنسيات مختلفة، ويعاملون نفس المعاملة للمواطن المصري. موضوع الهجرة غير القانونية ده موضوع مهم جدا تهتم به أوروبا، لأنها تريد أن تحتفظ بجنسيتها لنفسها. لا تريد هؤلاء الذين يأتون من بلاد مختلفة لكي يشكلوا عبئا على المجتمعات هناك. وبالتالي فإن مصر الحقيقة لها موقف من الهجرة غير القانونية، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، لأن هذا يساعد أوروبا على تسوية أمورها
والبعد عن اللاجئين، لان في بلاد اوروبيه يعتبرونهم لاجئين، ولكن في مصر يعتبر ما نعتبرهم لاجئين، ونقدم لهم خدمات ونقدم لهم مساعدات على انهم من اهل البلد، ويتمتعون بحقوق كثيره جدا لا يتمتعون بها في اوروبا. وبالتالي فان هذا الموضوع لابد انه تم مناقشته، واتصور ان الرئيس النمساوي المستشار النمساوي قدم الشكر لمصر على ما تقدمه للوافدين اليها وعدم اعتبارهم لاجئين وتسهيل امورهم، وان هذا امر مهم جدا، وانها تساعد على عدم خروج لاجئين منها الى دول اخرى. هذا امر مهم جدا حقيقه. نعم معالي السفير، أيضا يعني مصر دائما تحرص على علاقاتها بالغرب، ودائما ما تبدأ يعني أو تمد يدها دائما بزيارة وبسلام لإيجاد مصالح مشتركة تعود على مصر بالنفع. كان للرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لفيينا عام 2018، كيف ترى تأثير هذه الزيارة في الوقت الحالي؟ الحقيقة الرئيس السيسي يعني زار دول كثيرة جدا، وكان حريصا على أن يزور جميع دول أوروبا وأن يتحدث مع قادتها، لأن هذا أمر مهم جدا. أوروبا هي قلب العالم، وأوروبا التفاهم معها مهم جدا، لأنه يتصل بالاستثمار ويتصل بالتعليم ويتصل بالصحة ويتصل بأمور كثيرة جدا. هذه الزيارة تدل على أنه كان يريد أن يمد يد التعاون الى النمسا والى غيرها من الدول الاوروبيه. وبالتالي فان الزياره في 2018 كانت زياره هامه جدا، ولا زالت اثرها موجوده، وهذا رد يكون موجود جدا. نعم. يعني سعاده السفير، ايضا يعني تم الحديث عن نقاط هامه، وبما ان مصر لها دور محوري في القاره الافريقيه وفي العالم العربي بشكل عام، يعني وهناك ايضا الكثير من ما يحدث ويدور بالجوار يعني بجوار مصر، ملفات عده سواء الملف الليبي او يعني القضيه الفلسطينيه او ما يدور من مستجدات حاليا في السودان، كيف ترى تقييم الجانب النمساوي لدور مصر وسط هذه الحروب وسط هذه المناوشات التي يعني تدور في الجوار لمصر؟ المستشار النمساوي كان حريصا تماما على زيارة مصر، وأنه لابد من له أن يأتي إلى مصر باعتبارها هي حجر الزاوية في المنطقة، لأن لا دور في العالم العربي من دور مهم، ولا دور في الإطار الأفريقي، وبالنسبة للمشكلة الفلسطينية بالذات لها موقف مستمر ومساند للقضية الفلسطينية للحقوق على الحقوق المشروعة التي هي قرارات من الأمم المتحدة ومنها النمسا التي تؤيد حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. وبالتالي فإن هذه الزيارة زيارة تأتي بهذا الإطار، وإطار أن مصر لها دور في كل مشاكل المنطقة العربية والأفريقية، وتساند كل الدول التي تريد التحرر وتريد التنمية. نعم. جزيل الشكر لك سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. We'll be right back.
وما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الحية والمستمرة لزيارة المستشار كارل نيهامر لمستشار النمساوي لمصر، وكان في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا على الهاتف الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك دكتور مدحت. يعني تابعنا هذه الزيارة وتابعنا ما تم في اللقاء وتناول اللقاء لعدة نقاط هامة. يعني دعنا نتحدث عن معدل التبادل التجاري بين البلدين والذي تطور تطور كبير، حيث بلغ 440 مليون دولار على مر السنين. التحية والاحترام لحضرتك والقناة الأولى والأهل مزبيرو جميعا، وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير. يمكن في البداية يعني التطورات الحاسة في العلاقات المصرية حاليا مع أوروبا بصفة عامة والدول المتقدمة الأوروبية بصفة خاصة، أو الدول أصحاب القرار في أوروبا بصفة خاصة، والمؤثرين في العلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي، تتطور علاقتهم مع مصرنا الحبيبة تطور إيجابي بالفعل للطرفين. يمكن حضرتك دلوقتي قلت 440 مليون دولار، دولة زي النمسا واللقاءات المتعددة ما بين مصرنا الحبيبة ممثلة في الرئيس السيسي وما بين دولة النمسا ممثلة في مستشارها المحترم صاحب رؤية، أيضا هو من قادة أوروبا أصحاب الرؤية وما إلى ذلك، مجيئوا إلى مصر، هم شاركوا مع مصرنا الحبيبة في لقاءات خاصة في الوحدة الأوروبية 2007، الوحدة الإفريقية 2017 و2018، وكان في لقاء شخصي مؤثر مهم قوي في جلاسكو في اسكتلندا ما بين الرئيس السيسي وما بين سيادة المستشار، وأفرز أن عن نوايا صادقة لدعم هذه العلاقات. يمكن 440 مليون دولار أو يكونوا حتى اليورو أو يكونوا أكثر أو أقل قبل هذا، هي بداية حقيقية لدعم التعاون. النمسا بلد يصعب إغفاله، ثقافات متعددة، يتحدثون أيضا لغات متعددة، ولكنهم من يعتزون بأصحاب الحضارات تلمحي أستاذتنا، وهم بيتحدثوا دائما عن مصرنا الحبيبة إنها واحة من واحات الحضارة. ثم التطلع اللي حصل ما بين مصر والنرويج، مصر والدنمارك، مصر والاتحاد الأوروبي ككيان، والتطور الحادث في مجال البنية الخاصة بالاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك، جعل الجميع في أوروبا خاصة أصحاب القرار والمؤثرون يؤثرون هذه العلاقات مع مصرنا الحبيبة. فوصول المستشار النمساوي إلى مصرنا الحبيبة وهم دائما يحددون مع من يتعاملون وأي صديق يصادقون وأي آخر يبتعدون عنه، أطمح أن تتطور هذه العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا. والبيان الختامي والمؤتمر الصحفي أو ملامح المؤتمر الصحفي الحاد الذي تحدثنا فيه والبيان الختامي للزيارة وتبعتها، أعتقد أنها ستنقل العلاقات المصرية النمساوية إلى أفق أوسع بإذن الله تعالى. إذن هذه الزيارة حضرتك تؤكد على أن هذه الزيارة تؤكد ثقل مصر في المحافل الدولية. نعم، وهذه ليست تحيز لمصريتي أو مصريتنا، لا، هي بالفعل ذلك. المجتمع الأوروبي والغربي والدول الرأسمالية والديمقراطية إلى حدود بعيدة تعي جيدا أين تذهب ومع من تتعامل. أستاذتنا الكريمة مصرنا الحبيبة بالأمس كنا نحتفل بسيناء 25 أبريل، الحدود الغربية لأسيا مع الحدود الشرقية لإفريقيا مع الحدود الجنوبية لأوروبا، أوروبا القارة الأوروبية قد لا تتماس مع سيناء أو تتقاطع معها في نقطة معينة ولكنها على مجمع على مرمى حجر. إذا مصرنا تتوسط العالم بحقيقة، وهذه خرائط وما إلى ذلك. ابحثي عن الخريطة أستاذتنا دائما تجد لها تفسير لكل ما يحدث، ثم الخريطة ثم الحضارة
والتطور الحادث في الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه المصريه حاليا التي تسمح بجذب رؤوس الاعمال، تسمح بالتطور، تسمح بامتداد الجسور عبر البحر الابيض والمتوسط وما الى ذلك، منتدى الغاز، الهيدروجين الاخضر. نعم. كل توسعه قناه السويس وما احدثته لمرور وجذب للناقلات العملاقه سواء كانت في النفط او الحاويات، تطوير الموانئ المصريه بهذه الطريقه، كل هذا يجعل من مصرنا الحبيبه محط لانظار الاخرين. صحيح. هم لا يضيعون وقتهم ولا وقت الاخرين، يسعون دائما الى شراكه قد تكون الان الظروف المصريه تتيح افضل شراكات، لاننا اصبحنا في موقف قوي قدر المستطاع نتيجة البنية الأساسية التي أفضل دائما الآن أن أقول الأساسية، فأصبحت البنية التحتية في مصرنا نراها في الأنفاق والمترو وما إلى ذلك، البنية الأرضية والطرق والكباري التي تستوعب حركة النقل والانتقالات وما إلى ذلك، كذلك البنية الفوقية الممثلة في المونوريل وأشباهه وما إلى ذلك، لذلك أصبحنا كمتخصصين نطلق عليها البنية الأساسية وليست البنية التحتية فقط. هذه البنية الأساسية المصرية أخذت بنا إلى مصاف الدول النامية بحق، فهنالك دول ساعية للنمو وهنالك دول أقل نموا وهنالك دول نامية بحرب. الآن ما يحدث في مصرنا الحبيبة هو يجعل مصرنا في مصاف الدول النامية بحق، فهي نعم. تقدم. إذن دكتور، تؤكد مرارا وتكرارا على أن استقرار مصر أمنا وأمنيا، وأيضا يعني كون مصر أصبح لديها بنية تحتية مؤهلة لجذب الاستثمار الغربي والدولي. هذا محور هام. ما هو لولا وجود هذه الامور استاذتنا الكريمه لن يحدث هذا اطلاقا. نعم. فهي الدول لا تنظر الى علاقاتها كانها علاقات ما يطلقون عليه دعابه الشؤون الاجتماعيه وما الى ذلك، لا، هي علاقات ترقى الى مستوى المصالح وامور كثيره، وكثيرا ما تجبر الدول على التصالح مع دول اخرى رغبة في تحقيق المصالح المشتركة، وهذا بالفعل ليس عيبا. ويمكن كلما كانت الدولة واقفة راسخة على قدميها وبنيانها شامخ وما إلى ذلك، استطاعت أن تحسن، لن أستخدم تفرض، ولكنها استطاعت أن تحسن من شروط الاتفاقيات. عودي سيدتي الكريمة إلى الاتفاقيات السابقة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي وبيننا وبين هذه الدولة وتلك المملكة والجزيرة لا، الاتفاقات الخاصة الغربية دائما، العم سام وإخوانه ورفاقه والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، كان فيها كثير في الماضي من إتحاف لحقوقنا المصرية وما إلى ذلك. الآن أصبحنا على قدر مساواة، لدينا التكنولوجيا، لدينا العلم، لدينا البنية الأساسية، لدينا ما نوفره ونقدمه للجميع كي تكون هنالك الاستثمارات الجادة، وليس أدل على ذلك من رغم ما يحدث في عالمنا المعاصر الآن، من بداية من جائحة كورونا وأخواتها وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما زلنا نسعى جدا بجدية وحدية في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق هذا النمو وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. نعم. هذا أمر جلل، وهذا أمر ما كان يحدث لولا أن هنالك أسس وقواعد رئيسية تمت في هذه المجالات، سواء بتغيير التشريعات أو تحسينها لمقابلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي تفرق كثيرا كما تعرفين حضرتك ويعلم المشاهدون الكريم عن الاستثمارات الغير مباشرة التي في مجالات البورصة وما إلى ذلك الغير مباشر،
لكن في المجال المباشر يأتي الهاي تيك، يأتي التكنولوجيا المتقدمة، تأتي رؤوس الأموال، تأتي فرص الأعمال من الداخل ومن الخارج، يأتي منتج حقيقي، يأتي التصدير. هذه منظومة. وبسرونا الحبيبة تتميز الآن بربط العلم بالعمل والمسيرة المتوازية في كافة الاتجاهات، فتصلح في كافة في الطرق، في الكباري، في الأنفاق، في الحياة الاجتماعية كما إلى ذلك. أشعر أن الوقت يداهمنا. نعم دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، جزيل الشكر لك. هذا ونذيع على حضراتكم من جديد تفاصيل المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوي كارل نيهامر. تفضلوا استريح. تفضلوا بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد كارل نيهامر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في زيارتكم الرسمية الأولى لمصر، وأن أعرب لكم عن خالص التقدير باسمي وباسم الشعب المصري واعتزازنا بالعلاقات الودية الطيبة التي تجمعها بالنمسا. احنا بنتكلم على أكثر من 150 سنة من العلاقات المستقرة والقوية مع دولة النمسا، وهي علاقات طالما قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة والالتزام المشترك بتطوير روابطنا السياسية والاقتصادية والثقافية. السيدات والسادة، سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع دولة المستشار، عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة، والتعاون في عدد من القطاعات المهمة على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر التي تعد تقليدياً أحد أهم شركاء النمسا تجارياً واستثمارياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر. واتفقت أيضا مع دولة المستشار على أن نعمل معا خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. السيدات والسادة، لقد كان لقاء اليوم بالمستشار نيهامر فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، حيث تلقت رؤانا على ميت هذا التشاور المثمر والتنسيق المستمر بيننا كشركاء وأصدقاء للتعامل مع التحديات العديدة وغير المسبوقة التي تواجه المجتمع الدولي. ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين،
واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالمياً، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نمواً، وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان. مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. السيدات والسادة، لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أؤكد على حجم التفاهم المشترك بيني وبين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة، وأهمية أن إذا كنا بنسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال، لابد من وجود، وده اللي تحدثت فيه مع دولة المستشار، أهمية أن احنا يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية، تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي هيتم التعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية، بما يساعد على نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية. ولقد أوضحت لدولة المستشار في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة. وفي إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوة الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم. كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدمها المصريون وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة. دولة المستشار، اسمح لي في ختام كلماتي أن أنا أتوجه لكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الشفوية والمكتوبة لزيارة دولة النمسا، التي أرحب بكل اعتزاز على تلبيتها في أسرع فرصة ممكنة، وسيتم تنسيق هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية. ختاما، دولة المستشار، أرحب بكم مجددا وبالوفد المرافق لكم ضيوفا أعزاء على الشعب المصري، وأعرب عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر والنمسا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب وأكثر تمييزا. شكرا. فخامة الرئيس، بداية أتوجه إلى فخامتكم بجزيل الشكر على كرم الضيافة الذي شهدتم هنا. زيارتنا اليوم
هي بمثابة الختام المهم والكريم أيضا لرحلتنا إلى إفريقيا. فمحادثاتنا اليوم كانت مكثفة وثرية، فالنمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في كثير من المجالات الاقتصادية والأمنية. وكما تحدث فخامة الرئيس أيضا وذكر أنها علاقات ثقافية تمتد إلى ما يزيد عن 140 عاما. هدف هذه الرحلة كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي سيتم توقيع الاتفاقات فيها. وبالنسبة لي وما تحدث عنه فخامة الرئيس أيضا هو أن زيارة فخامة الرئيس إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر هي دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة. وعندما يشرفنا فخامة الرئيس بالزيارة في النمسا سوف نتوسع في الاتفاقات في هذا الصدد، حيث نرسخ التعاون أكثر بين مصر والنمسا. فمصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا، إذ يأتي الكثير من النمسا إلى مصر في أجازات. فشهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد أيضا. هناك أيضا من الموضوعات المهمة والحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي، ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدد، حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا. والتعاون مع مصر مهم، وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في تبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب. أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية. دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر، فهذا إسهام كبير للغاية، يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية، ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر. وفي هذا الصدد سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا. هذا موضوع مهم للغاية ومهم لأوروبا أيضا، أن ننسق مسألة طلبات اللجوء والهجرة، وأن نفرق بينهما. فالطلب اللجوء هو طلب وحق أيضا مكفول بالدستور، أما الهجرة فهي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا أيضا. تحدثنا حول هذا الأمر، وأن تكون هناك هجرة منظمة، وأن يكون هناك منظور شرعية أيضا في سوق العمل الأوروبية كأيدي عاملة واستقبالها في أوروبا. كان هناك بيننا تفاهم في أن يكون هناك تعاون، أعتقد أنه مع ألمانيا هناك تعاون شبيه في هذا الصدد، ونتمنى أن يكون لدينا أيضا إجراء مماثل أن نستفيد نحن في سوق العمل النمساوية من الإمكانات الكبيرة في مصر، حيث هناك أكثر من 60 مليون شاب وشابة من بين المصريين. فإذا كان الأمر يتعلق بتقديم نموذج لإعاقة استخدام واستغلال البشر من خلال منظمات الجريمة المنظمة، لذلك مصر والنمسا يمكن أن يسير معا طريقا جيدا
للتعاون في هذا الصدد. في شمال أفريقيا تعد مصر حجر راسخ فيما يخص الاستقرار والأمن، ولديها مشكلات متعددة حولها في الدول الجوار مثل السودان. وهنا أيضا نرى في مصر شريك مهم للغاية، سعيد للغاية بأن أتمكن من استقبال فخامة الرئيس في النمسا قريبا، وشكرا مرة أخرى على حسن الضيافة. ما زلنا مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية الحية من القناة الأولى التلفزيون المصري لزيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر.